أنا مترشح لمنصب العمودية بالقرية، وده كان من هدف باب التغيير. الفكر القديم مثلا بالنسبة لتغيير المنظور الأمن التقليدي العمودية حديثة، بس إن إحنا اتعودنا إن طول العمر إن في راجل عمدة، إيه المانع من الست تتنصب في هذا المنصب؟ يعني الست خدت جميع المناصب. تحبي تقولي ايه او تطلبي ايه من المسؤولين؟ انا المسؤولين والله انا شايف ان ما كانش في فرق بين راجل وست بالنسبه للتقديم، فانا مش شايفهم مقصرين في حاجه عشان اطلب منهم حاجه. يعني بصراحه هم عاملين اللازم، ورقي يتعدي في وسط الورق كعمده راجل، ما بقولوش ثلاث رجاله وبنت، لا هم بيقولوا ورق اربع مرشحين، ما فيش فرق خالص، فما ينفعش اطلب منهم حاجه لان هم ماشيين صح. يعني في حالة عدم فوزك بالمنصب، هل ستقفي مع قسمك؟ أكيد، لأنه هو عمل تطوعي، عمل العمودية أصلا هو المفروض منصب شرف وعمل تطوعي، فأنا دي كاريتي، فأنا مستمرة في أفعال الخير سواء بقيت عمدة أو ما بقيتش، ومع أي عمدة مسؤول أنا هكون معاه يعني كمستعانة لي، يعني في أي شيء يتطلب مني يعني.